قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يبدأ بالسلام على عمر بن الخطاب، ولكن إذا سلم عليه عمر رد السلام. فاشتكى عمر رضي الله عنه عليا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لما لا تسلم على عمر؟ فقال: سمعتك يا رسول الله تقول: من بدأ أخاه بالسلام فله بيت في الجنة، وأحببت أن يكون هذا البيت لعمر. وهذه تذكر أن القصة جرت بين أبي بكر وبين عمر. وعلى كل حال، هذه القصة وهذا الحديث المذكور: من بدأ أخاه بالسلام فله بيت في الجنة، بعد البحث لا يوجد لها أصل في كتب السنة، فلا يجوز أن تذكر ولا يجوز أن ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.